طبعا يا جماعة معي عيسى هون. هذا زلمة جاي من الإمارات محترم وهادي وهيك. فاليوم بدي أعطيه دورة كاملة في الصياعة عشان يصير مجنون زيي. لازم تطلع من القوقعة اللي أنت فيها، تمام؟ فاهم؟ فاهم؟ أستاذ زغلول والله علمنا هالولد كيف يصيع صح. اسمع، أنت أول مرة تيجي عمان صح؟ عندك جير فريند؟ هذه جاوب قدام أخوك مش مشكلة. زغلول كيف بدك تعلم الولد وانت يعني انت نفسك يعني هذا الموضوع انت يعني مش قوي فيه؟ صح، بس عندي خبرة فيه. كيف عندك خبرة؟ لاني حاولت. حاولت. صحيح صحيح. يعني 8 سنين صار لك بتحاول بدون اي 10 سنين. 10 سنين بحاول. حتعطيه خلاصة الخبرة تبعتك. خلاصة 10 سنين. ايوه. فاهم علي؟ انتم حالات ناشتك.